في نشر الوعي، في تنمية الذائقة الفنية والجمالية، وأيضا في تنمية طريقة التفكير عند الأشخاص. من مجموعة ميراب اسمحوا لنا هذا الصباح أنه نقدم مجموعة من الشباب اللي عندهم دافعية وأيضا حماس، والأهم من هيك عندهم إبداع وتميز. أهلا وسهلا فيكم نيكول شاهين، داني سمارني، وأيضا حسام قمصية. شرفتونا في برنامج يوم جديد. يعني اسمحوا لنا بالبداية قبل ما نحكي عن الأعمال الفنية اللي بالفعل عم بتقرب، يعني بدون تحيز عم يعني فيها درجة عالية من الاحترافية، نتعرف عليكم كعشاق للمسرح وموهوبين في هذا المجال. نبدأ معك نيكول، ليديز فيرست، يعني اسمحوا لنا شباب. نيكول، مين اللي حط المسرح بطريقك؟ قد ايه المسرح ثقل شخصيتك؟ هلا انا بالبدايه بس بحب اشكر يوم جديد على هاي الفرصه اللي اعطيتونا اياها، وانكم سمحتوا لنا كشباب ان نتواجد هون ونعرفكم اكثر عن حالنا وعن ايش بنعمل بالمجتمع. برجع لسؤالك، انا هذا الشعور كان معي من الطفوله، فيك تحكي من ايام المدرسه. فكنت احب المسرح، احب اطلع عن خارج نطاق المنهاج، فكنت احاول ادخل حالي بانشطه تسمح لي اني انطلق فيها. وكبر معي الموضوع لحد ما وصلت الجامعه. بالجامعة يعني كنت حابة إني أدرس إخراج وتمثيل، بس بالوقت هذاك ما كان له هالصدى، وبتعرفي إنه بدك تنتحكي بالمجتمع، بدك إشي بالأخير يعطيكي لقمة عيش، بس بنفس الوقت ما بدك تقتلي هذا الإشي اللي جواكي، صح، هالبذرة يعني هالموهبة بالضبط. فأنا هلا يعني درست بمجال الإدارة، وهلا بشتغل بمجال العلاقات العامة، وبحب اللي بعمله كثير، بس في نفس الوقت اهلي شجعوني انه كملي، عندك شيء بتحبيه، عندك موهبه حابه تنميها، مش غلط. فبلشت بالوسط بالمجتمع الاردني مع المخرجين الاردنيين هون، ودخلت في مسرحيات مختلفه، دخلت بورش عمل، وهي الورش العمل اعطتني مجال اني اكمل وانعرف شوي على مستوى بسيط ومتواضع وامثل. فحسيت انه لا، في مجال وبقدر اكمل، لحد ما صحت لي الفرصه انه اللي كنت حابه انه اكون ضمن فريق متكامل. فانضميت لميراب، ورح نحكي عن ميراب بعد ما نتعرف على الشباب. داني، طبعا داني حضرتك ممثل، كاتب نصوص ومخرج. اذا بدي اسالك مين اقرب الادوار لإلك، مع انه يمكن انا بعرف بالنسبه للمبدع مرات بتكون صعبه، وهلا عم نشوف في ظاهره حتى على المستوى المخرجين المحترفين يعني والممثلين اللي معروفين، في ظاهره تحول من التمثيل للاخراج. برايك مين الممثل اللي بالفعل بيبدع في مجال الاخراج؟ ايش الادوات اللي لازم تكون موجوده عنده؟ مرة ثانية بنشكر يوم جديد. أهلا وسهلا فيكم، واجبنا. وفعلا المسرح، عم نؤمن تماما كميراب بالخطاب المسرحي، وهذا الإشي اللي كلياتنا انصهرنا فيه ودخلنا جواته. نؤمن تماما برسالة المسرح بالتنوير، بكشف الحقيقة وما شابه من هالأمور. برجع لسؤالك، أحيانا الممثل بدور على فرصة مش بس يمثل فيها دور حلو، يحكي فكر ويخاطب في مجتمع، صح، ويشارك بالتأثير والتغيير، صح. علشان هيك مرات، وهذا التحول اللي عم بصير عند كتير ناس، نفسنا نمثل إشي بنعتبره براينا رح يغير. نعم. رح يغير، في قوة تأثير يعني. نعم. يس. التصور عند المخرج اذا اجى من واقع تمثيلي وواقع خشبي، هذا بيعطيه انبوت كثير، بخوف على المستوى وعلى كل المستويات حقيقه. علشان هيك بميراب الفرصه موجوده، والفرصه بشكل او باخر يعني مفتوحه، وي ار اوبن لكل شيء، وهذا اللي اعطانا الزخم، صح، بالفكر بالابداع. نعم. كل الافكار رح تشوفيها كمان شوي نحكي عنها. نعم. هي افكار بلغه المسرح، هي افكار ميتافيزيقيه، يعني nothing is real، وهذا بعطي، صح، وبنفس الوقت بس هي انعكاس لواقع. نعم. كل شخصية جدلية على خشبة المسرح عم تخلق هذا الصراع الفكري بين تناقضات الحياة، بين حياة وموت، بين طموح وقناعة، بين حب وأنانية، بين حقيقي ومزيف. هذا كله أخذ منا كثير، وإحنا مقتنعين مآمنين بهالرسالة هاي. نعم. وعم نحاول نكمل، وعم بالفعل عم بتساعدوا كل الشباب اللي عندها مواهب أنها تفجر هاي الطاقات. يس. بطريقة. يس. إيجابية. بدي أنتقل لك حسام، حكينا عن المسرحي بداخلك، إمتى اكتشفت هالبذرة البذرة الموجودة، وانت كمان ايضا بتكتب نصوص اعتقد، وممثل، واخرجت بعض الاعمال الفنية. انا عكسهم بجوز
مش من الطفولة كنت مكتشف حالي إني عندي الموهبة. وكنت في مجموعة في مخيم وطالع، بعدين واحد من الزملاء انسحب، فكنت واقف قالوا لي كنت الباك اب يعني قالوا لي تمثل البديل، فأنا قلت لهم ما بعرف، قالوا لي لا جرب، فدخلت من هناك اكتشفت أنه أنا عندي إشي، واكتشفت أنه عندي طاقة جواتي بحب أحكي فيها مع المجتمع بطريقة مش مباشرة، طريقة أنا ماخذ شخصية تانية مش شخصيتي عشان أوصل لهم وأحكي معهم. نعم، يعني ما شاء الله عليكم، وعجبتني اللي أنت قلتها إنه يعني على كبر اكتشفت هذا الشغف. هون بنرجع دائما نذكر بدور الأهل ودور المدارس، إنه إذا بالفعل في موهبة موجودة إنه يحاولوا يكتشفوها، لأنه الإنسان عادة بيبدع إذا هو عنده شغف معين. أشارك بشغلة مهمة، المجتمع نفسه استهلك هاي الأيام من الوسائل تبعت التعليم والتقليدية، رفعت الإصبع. أرهقت واستنزفت مجموعة هائلة من الشباب، ومجتمعنا الأردني زي ما هو متعارف عليه واحدة من حسناته المجتمع الشبابي. فإجا الوقت إن نخاطب ونتواصل مع المجتمع بصيغة مختلفة جديدة، بإضاءة، بديكور، بميكوب، شخصيات هاي الغريبة من نوعها. هذا أعطى إمبوت، وخبرتنا المتواضعة عم تحكي لها تأثير كتير طبعًا. كبير. لو دراما بشكل عام حتى بتقدر يعني هي كفيلة بإيجاد حلول كتير من المشاكل السلوكية اللي عند الأطفال. يعني هلا بنحكي لعلاج بالدراما أو السايكو دراما، صح. أو السايكو دراما هلا صارت فرضت. نرجع لفضلي، واحد بيكون مرتاح انه هو مش بشخصيته، فبيصفي عم بيطلع، اذا بدك تعمليها على اطفال انهم يمثلوا، بيصفي عم بيطلع كل شيء مضايقه، صح، بخلفية رأسه، صح. يعني بالعقل، بالعقل الباطني بالضبط، بيكون عم بيطلع كل شيء داخله بس بدون ما يحسس العالم انه انا عم بعبر عن حالي، بس هو عم بيعبر بالاخير. بالنهاية اي طفل او شاب بيقدر يوقف على خشبة المسرح، معناته بيمتلك مهارات بتسهل عليه حياته، مهارات حياتية بطريقة التواصل، بلغة الجسد اللي عم بيستخدمها، بقدرته على التعبير وثقة بالنفس. نرجع لميراب، يعني هلا كلكم ما شاء الله عليكم مجموعة أكبر كمان من الشباب، شكلتوا هالفريق اللي مؤمن إيمان كبير بالمسرح، وعم بيقدم مسجز ورسائل فيها كتير من التناقضات. يعني عجبتني هون الفكرة. شو بتحكي لنا أكثر عن ميراب؟ عن ميراب، أنا شخص انضم لفريق ميراب جديد، فبالنسبة لي أنه أول شيء هاي شهادة بعتز فيها أنه أكون أنا جزء من فريق ميراب، لأنه بقدر أشوف فيهم فريق متكامل. نعم. من كل النواحي. أنت عشان تكوني على خشبة المسرح زي ما حكى داني، لازم يكون في عندك فريق بالديكور، فريق بالميك اب، فريق بالأزياء، فريق بالميوزك، كل مكونات المسرحية كله. فأنت لما تشوفي شباب مش من خلفية، مش ضروري يكونوا دارسين مسرح نهائيا، عم بيبدوا وعم بيطلعوا من هيك طاقات، بتحسي أن أنت فخورة تكوني بهيك مكان. نعم. فأنا بشوف في فرق متعددة بميراب. كمان بدك تسوقي للموضوع بالأخير، ما بدك تكوني مخبية حالك، بدك تعرفي انه في عندك مسرح عم بنقام وبدنا الجمهور يجي يحضره عشان توصل الرسالة، عشان توصل الرسالة. فانا بقدر الخص اللي عم بحكيه انه فريق ميراب هو فريق متكامل، فيه فرق مختلفة. حتلاحظي هلا ممكن داني يضيف اكثر، حتلاحظي التنوع بالاعمار. يعني احنا ما مش محدودين بفئة عمرية معينة، لانه بنآمن انه من الصغر للكبر ممكن ناس كل ما بلشنا صغار يمكن يكون في عندك هذا التنوع. وبس بحب كمان احكي انه كلمه ميراب اخترناها او طلعت من كلمه ماء وتراب. نعم. هي بقتبسها من دانيا، انه كل شيء بيبدا بالماء وبينتهي بالتراب. نعم. فالها مغزى، يعني بترجع لذات الانسان. نعم. لانه المسرح بيطلق طاقات من الذات، من الذات، صح، من ذوات النفس البشريه. شو رايكم نشوف تريلر؟ بعدين بدي ارجع لك حسام ببعض الاعمال الفنيه اللي قدمتوها بميراب، واكيد داني باخر عمل لكم. اذا مشاهدينا بنشوف تريلر عن ميراب وهالمجموعه من الشباب اللي بالفعل مبدعه، ثم نعود للحوار. Thank you.
متفرجة بالفعل يعني عمل احترافي في نار شفناها على خشبة المسرح في مجموعة من الدانسرز كمان، هاي يمكن من مسرحية حفلة تنكرية، تحكي لنا عنها وبعدين بدنا نعرف مين الفئات المتورطة إيجابيا مع ميرا. بتفضل داني سوري حسام. احنا بفريق ميراب بنشكل اربع فئات، فريق جونيورز اللي هو فريق الشباب. هذا قديش تقريبا اعمار بتكون؟ بنقول من صف تاسع تقريبا لجامعه سنه ثانيه. هذول جونيورز. جونيورز. وبنحكي كمان عن فريق صيف. نعم. اللي هو راح يكون مع داني مزبوط. بس هاي قديش تقريبا اعمار عم نحكي عنها؟ هذا هو اختلافه انه هو مسرح شارع. أوكي. مسرح العبثي. حط ستيج الشارع، ابني حط بانر، تصور مختلف للمسرح. نعم. ما في داعي نروح على مسرح كلاسيكي. صح. ونحجز فيه لكجري يمكن كثير او رفاهيه. رسالته صريحه مباشره بسيطه يعني مباشره زي ما شفتي بحفله تنكريه. بعدين في عندنا المسرح اللي حكى عنه الكلاسيكي. واخيرا وليس اخرا اللي هو ميديا، ولسه كمان عندنا اشياء وافكار كثير عم نحلم فيها. نعم. ولسه مش محدودين باربع هذول، بس هذول هم الاربعه المين. واللي يعني اصغر عمر مثلا واكبر عمر ولا ما لها علاقه بالناس اللي بشاركوكم؟ يعني في ناس عم بيكونوا احيانا صف سادس صف سابع. نعم. ضمن ادوار معينه شافوا بحالهم انه ممكن يدخلوا، وعم نشارك وعم نحط هاي الانبوت. نعم. اللي حكيتيه حضرتك في البدايه الشغف والحب للمسرح. صح. عم نحاول هيك نتواصل. نعم. فيه مع نحكي عن مجموعه من الاعمال، يعني احنا شفنا بالتريلر يمكن حفله تنكريه. هذا مزبط. عمل قمتوا فيه ما بعرف كان من اخراج داني. واللي حاليا على الشاشه هو شورت موفي. اسمه بفكر بصوت عالي. حلو. طب احكي لنا عنهم سريعا يعني ما شاء الله لازم نفرد لكم حلقه كامله عشان نلحق على الاعمال الفنيه. بفكر بصوت عالي واحد كان من التكنيك العالي لواحد عم بعيش صراع. لحظة صراع بينه وبين حاله. أنا مين وين رايح وشو. كل حدا بتهيألي بعيشوا هذا الصراع يعني. وكانت التكنيك العالي أنه نفس الشخص بيطلع مرتين بصورتين مختلفين. وهذا ساهم بشكل أو بآخر بالتواصل على يوتيوب وعلى الأشياء الثانية. الشورت موفي إله ناسه إله نكهته طبعا. نكهته هيك. نعم. بلحظة بيشوفه وبيطلع من الفكرة. ومرات هاي اللحظة هي اللي بتخليك توقف بالفعل عند حياتك وإيش بدك تعمل فيها. خليني أحكي لك إشي مهم بالمسرح. المسرح الأحداث اللي عم بتدور دائما على الخشبة هي أحداث لا تستهلك. بمعنى أنا مش جزء منها، فما بتستنزف طاقتي إني أشارك فيها وأخذ قرار. بس اللي عم تعطيني إنه لحظة تأمل. صح. أنا مين بهالأحداث. نعم. وهذا الإسقاط اللي بينعكس على حياتي إيجابياً في بيتي بالبيت بالشارع بالشغل بالمكتب. طبعاً. هذا المسرح، هاي الرسالة، هذا الخطاب اللي عم نآمن فيه إحنا. نحكي عن أعتقد كامل أفندي. كامل هذا عمل أفندي. جديد إن شاء الله رح يشوف النور، رح تبلشوا عروضكم ب24. أنت كاتب النص ورح تخرج العمل إن شاء الله. إن شاء الله. وسلمى الشخصية الرئيسية. هلا بدنا نحكي عن الشخصيات بس نعرف كامل هدف أفندي. العمل كامل أفندي يعني طرح نص جديد جريء حاد غريب من نوعه. قررنا كميراب نشارك برأينا، وصراحة عم ننتقد همجية وعشوائية أي تمرد ما له معنى خاصة بالظروف الحالية. فكرته الأساسية التمرد يعني موت، والموت بجميع مستوياته وأشكاله وتفاصيله. اللي عم نحكيه في كامل أفندي ما بنفع إنه نتمرد بشكل همجي. نعم. فهي بتحكي عن مجموعة طاقم عمل مكون من مخرج وممثل وكاتب في لحظة من اللحظات بتحريض معين من أحد الممثلين اللي عم بيصير إنهم بيتمردوا على الكاتب. نعم. وبيطلبوا منه يتقاعد وبيتجاوزوا وبيتمردوا أكثر وبيطلبوا منه استقيل. نعم. فكانت تجريح. نعم. للشخصية هاي اللي علمتهم إنها تستقيل. وبتتراكم وبتتسارع الأحداث بشكل أبيض. إذن سلمى عم بتجسدي التمرد عاد شكلك أبدا غير متمرد. يا أنا شخصيتي كانت بدور سلمى إنه الشخص اللي بيفتعل هذا التمرد. نعم. أنا بطلع من طاقتي أو بحس إنه أنا لازم إحنا لازم نطلع من هذا الشخص اللي هو دائما عم بيحدد لنا أدوارنا. واعتبرت إنه هو عم بيحطنا بإطار. نعم. أوكي إطار كتير محدود بينما كان هو عكس هيك تماما. فصار عندي هذا الشعور الداخلي بدوري إنه أنا لا
بقدر اعمل اكثر من هيك، واحنا بنقدر نبدا، وكل حدا فينا بقدر يقدم شيء ثاني. فخلقت التمرد بين الفريق وحاولت اني اضرب على كل واحد على الوتر الحساس، يعني اعرف انه في صبيه هون بتحب التمثيل وهي مثلا عم تشتغل، عم تكون دورها مثلا شغاله، احاول اجيها من هذا المنطلق. وكان في عندي شخصيات سهل توصلي لها، كان في عندي شخصيات مثل شخصيه المخرج صعب اوصل له، لانه المخرج كثير بسمع للكاتب وكثير عم يعني تابع للكاتب ولكل شيء هو عم بحطه. فكان في عندي صعوبة بين شخصية وشخصية، بس بالأخير بقدر أتفوق وبقدر أخلق هذا الجو التمردي الكامل على كاتب أفندي. وزي ما حكى داني أدى إلى استقالته وأنه يطلع من المجموعة وإحنا نعمل دورنا. كيف كانت النتيجة يعني بعد الأثار السلبية أو السيئة للتمرد؟ هلأ قدروا أنه يخلوا الكاتب يتنحى لكن إيش المسج النهائية؟ أنا كنت واحد من الناس اللي قريبين كتير من الكاتب وكتير مقتنع بتواجدي مع الكاتب وبحب أوصل لمستوى وأتعلم منه. حلو، هذا ماشي وراه كأنه أبوي يعني بالمسرح. نموذج قدوة لإلك. قدوة لإلي وماشي وراه. في لحظة باللحظات اقتنعت إنه ليش أنا بتبعه. وقدرت شككوك يعني شككوك بهالنموذج اللي عندك، تقنعني إنه أنا مخرج كويس وبقدر أعمل. فاقتنعت بالفكرة ومشيت وراها. صح، كنت مستمد قوتي بتواجدي معه، كنت مستمد القوة تبعتي في المسرح طبعاً بالمسرحية اللي جوا المسرح بتوجيهه يعني بالضبط بهو وجوده معي. لما انسحب مني فجأة لقيت حالي مش قادر أسيطر على الأمور، ضايع. مش قادر أمسك الأمور، بس عم بحاول أورجي الناس إنه لا أنا ماشي بالطريقة، بس فعلياً أول ما تمردت عليه أنا لقيت حالي ضايع. صح، مش قادر أمسك. يعني داني الكلمة الأخيرة معك إن شاء الله، مع أنه بالفعل لا يمل، يعني أنا حابة نحكي بكل هاي الأعمال وإن شاء الله يا ربي بيكون لنا استضافات تانية، لكن كامل أفندي رح تبلشوا يوم الخميس. يوم الخميس نحكي لو سمحت كيف الناس بتقدر تتواصل معكم. أولا أي حدا من هلأ اللي عم بشوفونا عنده موهبة كمان ممكن يستفيد من فريقكم، وتحديدا كامل أفندي العروض وين رح تكون؟ عروض كامل أفندي ابتداء من يوم الخميس 24 الشهر حتى يوم الأحد 27 الشهر بمسرح كلية طرسنطة. نعم. يعني بتمنى الكل اللي بيشوفني يكونوا إن شاء الله موجودين. أي حدا بفكر وشايف بحاله عنده potential وطاقة، احنا بنرحب فيه. نعم. وبتعاونات كتير مختلفة. نعم. ومستويات كتير مختلفة. التواصل على الفيسبوك، على الفيسبوك موجود، على موبايلات ممكن، على تويتر موجود كمان، فيسبوك ميراب للإنتاج الفني. ميراب للإنتاج. وفي ناكله أرقام للحجز، والعرض على الساعة 7:30 مساء. على 7:30 مساء بنصف دقيقة، وانتو يعني ما شاء الله عليكم مسرحيين، وعادة هيك يعني سريعا بتيجي الأفكار. ايش الرسالة اللي بتحبوا توجهوها كل حدا بنص دقيقة عن ايش حابة تحكي؟ انا الرسالة اللي بحب أوجهها أنه إذا أي حدا عنده شغف داخلي لإشي معين يمشي وراه ينميه، لأنه أكيد بيطلع منه عمل غير عادي. نعم. عن التناقضات إيش بتحكي بنص دقيقة؟ إجا الوقت نوقف قدام حالنا لحظة من الزمن، هذا كتير رح يثري حياتنا ويغنيها للمستقبل. نعم. قديت تحكي إنه الواحد it's never too late، يعني زي ما أنت حكيت يمكن بعمر كتير يعني مش عمر مبكر شعرت بهذا الشغف وهذا الإبداع الموجود عندك. دائما ما تستقل بحالك، عندك كتير وجواتك طاقة، وربنا لما أعطانا إياها خلقنا بمواهب متعددة ما تستقل بنفسك. وأنا بحكي دائما ياريت الواحد يقدر يوسع الكومفورت زون تبعته أو دائرة الراحة، يعني معظمنا بنضلنا هيك مكنكنين بالدائرة اللي إحنا متعودين عليها، لكن ممكن الواحد بالفعل يفجر طاقات إبداعية كتير كبيرة إذا وسعنا هالدائرة. أهلا وسهلا فيكم، كل التوفيق إن شاء الله، هيك يعني يكون عرض مميز أنا متأكدة من هذا الإشي. شرفتونا حسام قمصية، داني سمارنة، وأنا كل شاهين. شكرا. سلمى. أهلا فيكم. ومشاهدينا رح ندخل لعالم التكنولوجيا والإنترنت بعد هالفاصل، خليكم معنا.